صباح الخير عليك يا بسنت، كل سنة وانت طيب. صباح الخير عليك يا شاذلي، كل سنة وانت طيب، وكل سنة وجميع المشاهدين بألف خير. احنا النهاردة أول يوم في الشهر الكريم وأول الأسبوع، وإحنا مبسوطين قوي إن إحنا بنفتتح هذا الشهر مع حضراتكم. يعني شهر رمضان شهر كده ليه خصائص خاصة بيه بتميزه هو لوحده غير أي شهر تاني في السنة، مختلف، كل حاجة فيه كده مختلفة، البهجة اللي فيه، السرور اللي فيه، بدايته كده بتبقى حلوة، بداية من الأغنية اللي إحنا متعودين عليها وذكرياتنا فيها دايما اللي هي مرحب شهر الصوم ورمضان جانا، وفي آخره حتى كمان يا شاذلي عارف بيبقى فيه الأغنية اللي هي بتاعت والله لسه بدري. رمضان شهر ليه ذكريات خاصة معانا كلنا، لأن زي ما قلت لحضراتكم هو مختلف، فوازيره مختلفة، مسلسلاته مختلفة، مسرحياته مختلفة، المسحراتي اللي بيجيلنا كده بالليل عشان يصحينا، عشان نصحى، عشان ناكل، عشان نستعد لتاني يوم الصيام، كل حاجة فيه، صلاة التراويح، الابتهالات، حتى الأطفال بيتفرجوا على كرتون مختلف أو مسلسلات للأطفال مختلفة. أنا عن نفسي على جيلي أنا كنا بنتفرج على بكار وبوجي وطمطم والحاجات الحلوة دي كلها، فلي ذكريات كده مختلفة. عشان كده سؤال حلقتنا النهاردة، كلمنا عن ذكرياتك أول يوم في رمضان، خلوني أبتدي مع شاذلي وأسأله عن ذكرياته في رمضان. طبعا أنت اتكلمت في حاجات كتيرة جدا فعلا، كلها ذكريات، وقت الفطار بوجي وطمطم وحاجات كتيرة زي ما وبكار وغيره وغيره يعني، وفطوطة، ويعني كنا بنقعد فعلا نستمتع بيها، وزي ما كنت بتقول يمكن قبل الهوا كنا بنقعد نتفرج على الكرتون وما نفطرش. ايوه، فدي من الذكريات طبعا اللي مستحيل ننساها. ذكرياتنا طبعا بقى التانية اللي هي مع الاكل بقى، احنا نجيب التمر هندي والقرصوص والحاجات دي، لان انا غاوي شويه تمر هندي والقرصوص اللي بيجي من بره مش بتاع البيت، لان انا عارف الفرق ما بين الاثنين. التمر هندي بتاع البيت ده بيتعمل في البيت بطريقه، واللي بره ده حاجه، انا بحب بتاع الشارع تمر هندي والقرصوص، فكنت انزل اجيبهم. في ناس تحب الصوبيا، الصوبيا طبعا كنت انزل اجيبهم طبعا قبل الفطار، وارجع يا دوب على الفطار بالظبط على اذان المغرب، نقعد بقى نتفرج على الكرتون ونفطر وبتاع والاكل بقى يعني بنبقى قاعدين مستنيين. اصلا انا من الناس اللي بجوع يعني، ببقى قايم من على الفطار جعان. ليكوا يعني اول يوم دايما بيبقى ساعات في ناس ليها وجبه معينه تاكلها في اول يوم، ليكوا حاجه معينه مثلا ولا لا؟ كانت بصي بتتنوع ما بين رز معمر وبسله، الله، وما بين محشي وبط، الله، يعني عارفه ما بين الاثنين دول، الله، فدي حاجات ما اقدرش، ما ينفعش يوم رمضان، لازم اول يوم رمضان لازم يكون كده يعني. انت بالنسبه لك ذكرياتك في اول يوم رمضان؟ انا بفتكر كنا بنتجمع عند جدتي الله يرحمها، وكنا بنقعد اطفال العيله كلهم يعني، ويقعدوا الأمهات تزعق إنه يلا كلوا، وإحنا بنتفرج قدام بكار. بكار ده بالنسبة لي كان حاجة، أول ما أسمع الأغنية التتر بتاع من صغره وصغر سنه عارف معنى إنه، تلاقيني انبسطت كأن خلاص يعني العيد جه. قعدت اتفرج على بكار، ودايما فاكره مامتي تقعد تزعق لي عشان اكل، وبعدها بشويه كنا بنجيب بومب وصواريخ ونقعد نفرقعه وكده، ويمكن بس يعني اقول مسحراتي، كنت دايما اصحى اقول له قول اسمي قول اسمي. طيب ده سؤالنا طبعا موجود على صفحاتنا المختلفة على السوشيال ميديا، ذكرياتك في أول يوم في رمضان، مستنيين إجاباتكم وتعليقاتكم، وإن شاء الله هنعرضها خلال حلقة النهاردة. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.